علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد، ففي يوم السبت تعودنا أن نعيش مع بركات القرآن الكريم ومع نفحات القرآن الكريم، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحشرنا مع أهل القرآن على أحسن حال وأهدأ بال. سألني أخي ناجي عن موضوع اليوم. أول شيء الحمد لله على السلامة أخي طارق، والجماهير عم تسأل وين كان مسافر، هاي مسألة أنا ما دخلني فيها. الحمد لله على السلامة، والله يتقبل إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما هي الآيات التي ينبغي علينا أن نقف عند تفاصيلها وعند حدودها وعند تضاعيفها؟ هناك خمس آيات، اليوم حديثنا عن خمس آيات يا طارق، ينبغي علينا أن نتنسمها وأن نقف عند تضاعيفها، لأن لها مسيس العلاقة بحياتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. الله، هناك أثر أريد أن أقرأه عليكم، يعني يذكر عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا الأثر ما تضاعفه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: إن في سورة النساء خمس آيات، إن في سورة النساء خمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. يعني لو أعطوا لسيدنا عبد الله بن مسعود الدنيا بما ومن فيها، قال هذه لا تساوي الدنيا. ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. قوله تعالى، أول آية يا طارق، اللهم صل على سيدنا محمد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أول آية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيمة. هي أول آية. ثاني آية يا طارق: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي آية: فقد ضل ضلالا بعيدا. كم آية صاروا طارق؟ كم؟
ثالثا، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طيب كم صاروا طارق؟ طيب رابعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. كم وحدة صاروا؟ أربعة. يعني هلا الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة، بدي أعطيك الرابعة هلا. طيب رابعا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية الخامسة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. عديناهم طارق. أول وحدة، أول آية شو هي؟ ثاني آية، إن الله. ثالث آية، رابع آية، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم، أيوة، أول، وما أرسلنا من رسول. طيب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك لوجدوا الله توابا رحيما. خامسا، يا سلام، خلينا نقف عند آية آية. طيب هذه الآيات وين اتفقنا موجودة يا طارق؟ وين؟ سورة، أني سورة أبو سعد؟ سورة النساء. في بعض العلماء ألف رسالة، كيف الحال والبال؟ أهلا وسهلا، الله يرضى عليك. ألف رسالة سماها المجتمع الإسلامي، أو ألف كتابا حقيقة، رجل من كبار علماء الأزهر الشريف من بيت المدني، ألف كتابا سماها المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء. أول آية اسمه العلامة الدكتور محمد المدني: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر به، أو به، بدنا نوقف عليها، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما نقول به، به خطأ، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب أول شيء كيف نفهم هذه الآية؟ أما كان الصحابة مشركين؟ أليس الصحابة قبل الإسلام مشركين؟ بلى، كانوا مشركين. طيب كيف الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ المقصود ماتوا على شركهم،
المقصود أنه مات على الشرك. طيب ما معنى الشرك؟ يعني الآن هل بقي صنم في شبه الجزيرة العربية؟ ما رأينا حدا عم يعبد. هذه القضايا يعني انتهت تقريبا أو 99% من زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد صنم. طيب شو معنات الشرك؟ في شرك أخي طارق ولا ما في؟ في شو تعرف في الشرك؟ إذا واحد سألك شو تعرف في الشرك لازم تلاقي لك هيك من كتبته تلاقي لك في شغلة. إنك تجعل مع الله، لكن في معنى أعلى شوي، قال أن تسوي بين المخلوق والخالق. أن تسوي يعني شو معناته؟ ما قلت من أنواع الشرك أن تشرك، إنه قالوا ما نعبدهم بأمن أنه في الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لا، أنا عم بحكي معنى أعلى، إنه أنا ساوي بين الخالق والمخلوق، أعتقد أن مديري هو الرازق أو أن فلان له أبدا مو صحيح، أو أعتقد أن فلان سيضرني أو ينفعني لا أبدا، أو أن شيئا سيدفع عني بفلان لا. فإذا سويت بين الخالق والمخلوق في التصور هذا شرك. يعني أنا لما الإنسان يفكر بشكل ضيق أن فلانا يمكن أن يضره، يمكن أن يكون سببا، بس مو هو الضار الحقيقي، مين على الحقيقة؟ الله. لذلك قال لو أعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يعني بتقدير العزيز العليم. ما في شيء فلان أنت ماشي بالطريق أعطاك وردة، هذا بتقدير الله، مو من عنده. ممكن أنه الله عز وجل سلطه عليك وممكن يصرفه عنك، لكن الأمور كلها بإيد مين؟ بيد الله الكبير المتعال. طيب الله، هون في سؤال يا طارق، سؤال شوي بدنا هيك. قال لما كان الشرك هو أن تسوي بين المخلوق والخالق، بين المرزوق والرازق، في سورة الشعراء شو الله قال؟ اللهم صل على سيدنا محمد، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت هون الشاهد، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، وين هذول كنتم تدعوهم من دون الله شركاء، وقيل لهم أينما كنتم تدعون من دون الله، وقيل لهم أينما كنتم تدعون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ الله قال فكبكبوا فيها، بعيد من هون، هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون. انتبهوا انتبهوا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. كملوا الآية، إذ نسويكم برب العالمين. والله بتخوف هاي الآية، يعني كأن الحق سبحانه وتعالى عم يحكي لنا أنه هذا المعنى موجود من أيام سيدنا إبراهيم، إذ نسويكم برب العالمين. لما واحد إنسان بفكر بيساوي بين الضعيف، العبد الضعيف وبين الله، قال إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، طيب فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، طيب شو بدنا نساوي؟ قال فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يا ريت هيك نرجع للدنيا بنآمن، هل ينفعهم؟ لا. طيب هنا قالوا إن الله لا يغفر، ما معنى الغفر هنا يا طارق؟ شو معنى المغفرة؟ بدنا نعلق على لطيفة شوي. قال أن يغفر هنا يعني الستر، أن يستر، كأنه إن ستر الشرك، كأنه هلا لما الله عز وجل مثلا بيغفر إنسان سرق ستره، لكن لو ستره في شركه كأن الله سبحانه وتعالى أقر أن هناك شريكا له، أنه في له ند حاشا سبحانه وتعالى، قال كأنه أقر بوجود شريك لو كان، فكيف يستر شيئا ليس موجودا أصلا؟ يعني فهمنا واحد سرق بيستر على شيء سرقه موجود، لكن كيف يستر شركا؟ فإن ستر
أن هناك ستر يعني الغفر أي ستر شركه، المقصود أنه أقر بأن له شريكا، وهذا محال في حق الله عز وجل. الله. لذلك قال العلماء الله يعلم خفايا النفس فيغفر لك أعمالك السيئة كلها، لكن ما يتعلق بتوحيده لا يمكن أن يغفره أبدا، لأن في هذا إقرارا أن هناك ندا له سبحانه وتعالى، وهذا محال في حق الله عز وجل. طيب، شو الآية الثانية يا طارق؟ ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في أحد بشك أنه من أسماء الله الحسنى العدل، ولا يظلم ربك أحدا. حقيقة كلنا قد تقفز في ذهنه تساؤلات، أنه لما تشوف إنسان مثلا فقير معدم وأنتم كرامة يأكل من أماكن يعني أنت تستقذرها، وترى إنسان مثلا يرمي الطعام أو مثلا بيفتخر، أنه تشعر بنوع أنه ما في عدل، أو ترى استطالة للظلم تقول ما في عدل. مرة وأنا يعني غلام يافع عمري 11 سنة كنت مع يعني أحد أكابر العلماء عليه رحمة الله، عم أسأله هذا السؤال، أنه يعني قال لي يا ابني لا تقول إذا رأيت مثلا، يعني نحن باللا شعور نقول حرام يعني هذا خطي هذا حرام. قال لي يا ابني أنت لا تعرف ما بين هذا الإنسان وبينه وبين ربه، أنت ما بتعرف، فأنت لا تحكم لا تتدخل فيها، أنت سل الله له العافية، سل الله له الرزق الواسع، الله ابتلاك حتى يرى كيف تصنع معه، هل تساعده هل كذا، لا تتدخل في اختيارات الله. لأنه أحيانا مو أحيانا نحن كلاتنا لو الله عز وجل اختار لنا شيء ماذا نختار؟ نختار اختيار الله على اختيارنا، لأن اختيار الله أفضل بكثير، فالله لا يظلم مثقال ذرة. وهنا ملمح، قال حتى فيما يتعلق بالإحسان الله عز وجل سيكرم الإنسان على فعله الحسن مهما كان قليلا، وسيضاعفه له مهما كان كثيرا. لذلك كان بعض العارفين بالله يا طارق يقول كلمة هي شوي هي بدأ قاعدة تبع الدندنك يعني على قولتك هي بدأ جلسة. كان يقول بعض العارفين إنا لا نخاف من ظلم الله، الله ما بيظلم، لكننا نخاف من عدل الله. يعني الله إذا بده يعاملنا بالعدل، الله لا يعاملنا بعدله، الله يعاملنا بفضله. لأنه نحن عم بحكي عن نفسي، الواحد منا لما بيقصر في عبادة أو يقصر في جنب الله أو كذا الله بيرزقه. وشوفوا أنتم كم من أناس في بعضهم والعياذ بالله بيسبوا الله، ما بيصلوا ما بيصوموا ما عندهم حلال حرام، والله بيرزقهم وبيعطيهم وكذا، هذا فضل منه سبحانه وتعالى. لأن الله قال عن نفسه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. طيب، الله، فهناك عدل وهناك فضل. فيقول العبد يا رب أنا أطعتك، فيقول الله له أنا سترتك وأطعمتك. حساب الحسنات مفتوح لا حدود له، لكن حساب السيئات الله عز وجل يعاملنا بفضله. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عجيب، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة نوى حسنة، فلم يعملها نوى أنه مثلا يعني اليوم ينفق درهم مثال، انشغل لأمر ما سواها، كتبت له حسنة، كتبت له، ما هو ما سواها لأنه نوى هم بها. قال فإن عمل بها سواها كتبت له 700،
وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. انتبهوا، هل هون التفصيل أن هو هم بماذا؟ بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. ليه؟ لما أثيب الذي يحمل هم الخير؟ مقتضى، قال العلماء، مقتضى رحمة الله هي أن لا يعاقب من هم بالشر، ومقتضى عفو الله أن يعطي من هم بحسنة ولو لم يعملها. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فينبغي عليك ألا تستهين بحسنة ولو كانت قليلة، ولو كانت شربة ماء. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: وفي كل كبد رطبة صدقة. يعني أنت إذا شفت إنسان كبير بالعمر بده يقطع الشارع، ساعده، أكرمه، هذا أنت خليته بس يقطع الشارع، يعبر الشارع، أنت نسيت الموضوع، هذا عند الله كبير. أطعمت إنسان، شربت إنسان ماء، أحيانا واحد ما يشوف أكرمه. فكلما كنت رحيما بخلقه كلما أكرمك. وعلامة الولاية، قالوا علامة الولاية أن تكون رحيما بالناس، مع المسلم، مع غير المسلم، مع أي إنسان، ما دامت فيه روح لازم أنت تعامله بنوع من الرحمة. وفي كل كبد رطبة، هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام مو بس تطول لحيتك وتقصر جلابيتك وما أدري، هذا ديكور، هذا محترم من الدين، لكن الدين الحقيقي أنك أنت تكون رحيم بالناس، رحيم بالناس. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. شو ثالث وحدة يا طارق؟ الآية الثالثة. يا سلام يا سلام، هي الآية بدياكم هيك تبقوا معي شوي. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالوا الصغائر مغفورة إذا اجتنبت الكبائر. يعني النبي قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهم. إمتى؟ بشرط إذا اجتنبت الكبائر. يعني من يوم الجمعة ليوم الجمعة كم كبيرة بده يساوي؟ هذا ما في حدا يساوي، أهل المساجد ما في كبائر، يعني هذا. فقال: لما اجتنبت الكبائر حماك الله، عفوا، لما اجتنبت الصغائر حماك الله من الكبائر. لما الإنسان يريد أن يوقد نارا، بده يشعل نار كبيرة، بيبدأ الحريق بماذا؟ بيعود ثقاب. فمعظم النار الكبيرة من مستصغر الشرر. أحيانا الإنسان يقول: هي ما فيها شيء، بسيطة، هي الكلمة ما فيها شيء، صغيرة 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 صغيرة، شو بتصير؟ كبيرة. لذلك قيل: لا صغيرة مع الاستغفار، الصغيرة لا صغيرة مع الإصرار، عفوا، واحد بسرعة صغيرة صغيرة بصير كبيرة، ولا كبيرة مع الاستغفار. الكبيرة انه واحد ما يقترب من هذه الكبائر. شو تعريف الكبيرة يا طارق؟ لو واحد سألكم شو الفرق بين، بدنا نسألكم شو الفرق بين الكبائر والصغائر، شو الفرق؟ شوف هالكلام أجمله. قال: الكبيرة، مشان نعرف أنه هي ذنب كبير ولا صغير، طبعا كل ذنوب، لكن نحن نطمح بكرم الله وفضله سبحانه وتعالى. شو قال؟ الله 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 الله، كل ذنب، هذه الكبيرة، كل ذنب ختم بخمسة أشياء، كل ذنب ختم بخمسة أشياء. الله، شو هذه الأشياء؟ بنار أو بعذاب أو بغضب
أو بحد شرعي أو بوعد أو وعيد. هذول أشياء معناته مثلا قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. لاحظوا ختم الآية شو الله قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. لاحظوا أنه ختم هذه الأعمال شو جاء بعدها؟ عذاب وكذا. مثلا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لاحظوا أنه ختم الآية بوعد وعيد، هي كبيرة. مثلا يلي شهادة الزور كبيرة، قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا بهتان، شغلة كبيرة. والله قال أيضا عن شهادة الزور: الله الله الله، اللهم صل على سيدنا، سورة الحج: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا رسول الله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فالله عز وجل، النبي حتى كان جالس عليه الصلاة والسلام، لكن أنا آتي بالآيات في السنة، كان جالس قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ليه؟ قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام غير من جلسته لأن هذا الأمر خطير جدا. شو معنى شهادة الزور؟ شهادة الزور مو مثل ما الناس تفكر، رحت على المحكمة شو رأيك شهادة الزور. لما أسأل مثلا عن طارق وأقول إنه مثلا إنه ما عم يحضر درس وعم يحضر مثلا، أو لا يصلي وهو يصلي لا قدر الله، هذه شهادة زور. أو مثلا سئلت عن فلاني في بيني وبينه مشكلة، لا والله هيك شهادة زور. ينبغي أن أكون أمينا بشهادتي إن طلبت لها، ولو كانت مع إنسان بيني وبينه خصومة بدي يقول الحق. وإذا قلتم فعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ليه؟ هذا الدين، هذه كبيرة. فبدك الله عز وجل يكفر عنك السيئات، اجتنب الكبائر. في بعض الناس ماذا يفهم؟ بيقول لك: أخي هي صغيرة تزول بالوضوء، يعني بيقول لك ما في مشكلة. لا، كم من أناس الله عز وجل منع عنهم الخشوع في الصلاة، منع عنهم البركة في حياتهم، منع عنهم الخير والسعادة وتحقيق وإجابة الدعاء بسبب اللسان، لأنه يعتقد أنه لسانه ما في مشكلة. هذا خطأ كبير جدا جدا. فينبغي على الإنسان أن يكون متيقظا للصغائر حتى لا يصل إلى الكبائر. كم آية صاروا طارق؟ ثلاثة. رابعا، أعطينا الرابعة. الله تواب الرحيم. هذه الآية قال تعالى: وما أرسلنا، في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، راحوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أول شيء، أجمعت الأمة على أن هذا مستمر إلى يوم القيامة، إلا بعض علماء، يعني ما بدي أذكر اسمهم الآن، قالوا لا، قالوا أنه هذه انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ردوا عليهم جمهور الفقهاء والعلماء والمفسرين، أن دليلهم أن هذا انتهى بموت النبي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لما رأى هذا دليل المعترضين، لما رأى سيدنا العباس قال لما المدينة حبس المنورة على ساكنها الصلاة والسلام، حبس عنهم المطر، قال: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نستسقي، اللهم إنا نستسقي بعم نبيك العباس.
طيب ليش ما يستسقوا بطارق مثلا؟ ليش استسقى؟ قال هذا الحديث حج عليهم، لأن النبي قال بعم نبيك العباس، مو لأنه هذا ميت، والنبي حي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. واعلموا أن فيكم، كملوا الآية، رسول الله. أنت بالصلاة شو بتقول؟ السلام عليك. وقال عليه الصلاة والسلام حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 700 سنة، في رجل أعرابي اسمه العتبي، شو اسمه؟ وهذه القصة ذكرها جميع المؤرخين والمفسرين، موجودة بالتواتر. وتلميذ ابن تيمية اللي هو يعني قال هذا الرأي، ابن كثير ذكر هذه القصة في البداية والنهاية. الله، قال أنه في رجل أعرابي اسمه العتبي جلس أمام المواجهة الشريفة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقف قال يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة كذا 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 إلى آخره، وتوسل بالنبي ومشى. فأخذت الإمام العتبي سنة من النوم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الحق بالأعرابي فقد غفر الله له. وكان ينشد الأعرابي أبيات موجودة حتى الآن، اللي بيروح بيسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يرزقنا جميعا زيارته والصلاة والسلام في مسجده الطيب المطيب به صلى الله عليه وسلم. يجد على أمام المواجهة الشريفة موجود على الأعمدة هذه الأبيات. الأعرابي ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يا خير، عم يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه صلى الله عليه وسلم، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أو لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآيات العظيمة، أنك أنت راحل عند النبي عليه الصلاة والسلام. بدي أسألكم سؤال، ما قيمة المسجد لولا رسول الله؟ مو المسجد، ما قيمة المدينة اللي كان اسمها يثرب وكان فيها دائما أمراض وفيها حمى قاسية، لما جاء النبي وسكنها شو صار اسمه أبو سعد؟ صار اسم المدينة المنورة. في ناس بتزعل من كلمة منورة، بيسموها المدينة النبوية، مع أنه سيدنا أنس يقول لما قدم رسول الله أضاء كل شيء، يعني هي استنارت برسول الله، إذ لولا رسول الله ما كانت المدينة. لذلك يقول بعض العلماء إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب. فهذه من الآيات العظيمة، أن نحرص على زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في روضته المكرمة. طيب، الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد. وبعضهم قال أنت النبي الذي أرجو شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كم آية صاروا طارق؟ 4. خامس وحدة، شو الخامسة؟ يا سلام يا سلام، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. شو والله ما في أحلى منها البشارة أبو سعد، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، بس عم يحاكي الله، عم يقول له قلب صادق، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. شوف ما أجمل الكلام، ما قال ثم يستغفر الله يغفر له، قال يجد الله غفورا رحيما. يعني السياق ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يغفر له، قال يجد الله غفورا رحيما، بلحظتها الله بيغفر لك، بس أنت كن صادق في الطلب وأمين في طلبك. طيب،
اللهم صل على سيدنا محمد. أحبابي، ما في أجمل من أن تكون علاقتك مع الله علاقة قائمة على الحب، علاقة حب لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى يحبهم ويحبونه. في أجمل منا؟ أنه الله بيحبك. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. شوف يعني الله بيحبك. فإن أحبك الله هل فاتك شيء؟ حبب خلقه كلهم فيك، بل سخر الكون كله لحبيبه. اللهم اجعلنا من أحباب الله عز وجل. طيب، قال العلماء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. اختلفوا هل هناك فرق بين ظلم النفس وبين عمل السوء، لأن الله قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يعني إذا ظلم النفس شيء وعمل الفواحش شيء آخر. فمنهم، والله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالوا: منهم ظالم لنفسه الذي يعمل الفاحشة يتمتع بها ويعذب عليها، تمتع بالمعصية وعذب عليها يوم القيامة. الثاني يعمل المعصية لغيره، يعني بيعصي الله لغيره، مثل مين؟ مثل علماء السوء اللي بيطالع فتاوى مشان فلان وفلان، فهو يبيع دينه بدنيا غيره. هذا أشد. يعني مثلا واحد طلب رأي شرعي بمسألة معينة، يقول له إيه كذا، فيعطي فتوى والعياذ بالله خاطئة، هو ما مستفيد منها شيء. يعني هو أخذ الوزر وعصى الله بدنيا غيره. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. الله. قال سيدنا عبد الله بن المبارك: من الملوك؟ سألوا: مين الملوك؟ قال: العلماء. قيل له: من السفلى؟ من يعني الدون؟ قال: الذي يبيع دينه بدنيا غيره، مثل شهادة الزور عليه الغرم والغنم لهم. يعني هو عم يشهد شهادة الزور لغيره، هو والعياذ بالله هو ما استفاد شيء والعياذ بالله. الله الله، لأنها آية، هذه الآية تتحدث عن أن ظلم النفس معصية متفردة وخاصة عن المعاصي التي تتعلق بحقوق الله والتي تتعلق بحقوق الناس. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني أردت أن أمر اليوم، طولت عليكم، أنا آسف. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا مغفرة عامة شاملة، وأن يتوب علينا توبة نصوحة. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة شاملة، اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم أسكن قلوبنا محبتك، اللهم أسكن قلوبنا محبتك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل.